طيب قبل كل شيء النهاردة الذكرى الثانوية الأولى لرحيل قيمة إعلامية كبيرة وصحفي كبير جدا جدا وهو دكتور خالد توحيد رئيس قناة الأهلي السابق واللي كان ليه مسيرة كبيرة جدا في الجانب المهني تحديدا سواء ككاتب صحفي كجانب إداري كإعلامي كرئيس قناة النادي الأهلي. في الحقيقة راجل دايما بيجمع عليه الكل أخلاق مهنية كل شيء حابب تقوله ايجابي عن دكتور خالد توحيد قوله براحتك مفيش اي مشكله. ربنا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وهيفضل دايما خالدا في ذكرى كل جماهير الكره المصريه وفي ذكرى الوسط الاعلامي الرياضي تحديدا يعني. ربنا يرحمه. كمان الحديث كله هيكون عن مباراه السوبر مباراه الاهلي والزمالك.